السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة أو بتغطية جديدة عبر قناة الأيام الفضائية. تغطياتنا ما زالت مستمرة منذ يوم الوعد الصادق، يوم الرد، رد إيران على الكيان الصهيوني. مواقف دولية كثيرة، مواقف إقليمية كثيرة وكبيرة، العالم كله كان إعلامه، قادة السياسيين، اجتماعات وغيره من هذه الأمور على الرد الإيراني الحاسم، اللي حقيقة كان رد كبير جدا بمسيرات وصواريخ. كانوا كثير يراهنون أن إيران ما راح ترد على الكيان الصهيوني، ولكن ردت رد كبير جدا. راح نناقش كل هذه الأمور، المواقف الدولية اليوم، توقعات المستقبل، مستقبل القريب، توقعات الأيام القادمة في ظل التهديدات اللي ما زالت مستمرة، قصف غزة ما زال مستمر. كثير من الأمور اليوم راح نناقشها مع ضيفنا الأستاذ مؤيد العلي، عضو شبكة الهدف. أهلا وسهلا بك أستاذ مؤيد، حياكم ربي يخليك. وأيضا عبر سكايب من فلسطين الحبيب الباحث والناشط الدكتور أمجد شهاب. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور تسمعني؟ نعم أسمعك، تحياتي لكم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أبدأ مع الأستاذ مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، رد كبير جدا ومهم جدا، حاول تقليل منه كثير من الجهات، كانت حتى جهات عربية وإسلامية حاولت تقلل من هذا الرد، ولكن الصحافة الصهيونية اليوم، المجتمع الصهيوني عرف مدى خطورة الرد الإيراني. سؤالي الأول والأهم، ماذا استفادت الجمهورية الإسلامية في إيران خاصة ومحور المقاومة عامة من الضربة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ ظفر والضيف العزيز من فلسطين الحبيبة، فلسطين الصمود والمقاومة، وإلى كاد مشاهدي قناة الأيام. بلا شك ولا ريب أنه الضربة الاستراتيجية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية تحت مسمى الوعد الصادق وبنداء يا رسول الله كانت تحمل معاني ورسائل كبيرة جدا. هذه الضربة هي ضربة لأول مرة تحدث في التاريخ، هكذا ضربة ضد الكيان الغاصب من قبل الجمهورية الإسلامية. في طبيعة تحول الصراع مع هذا الكيان الغاصب، تحولنا إلى مرحلة جديدة ومرحلة تغيير قواعد الاشتباك. من يرسم قواعد هذا الاشتباك هو الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة. اليوم لم يتعد إيران أو محور المقاومة يتعامل بردة فعل على ما يقوم به الكيان الغاصب، بل بدأ يقوم هو بفعل نوعي واستراتيجي استكمالا لعملية طوفان الأقصى. الرد الإيراني أعتقد أنه أولا، يعني ماذا استفادت إيران عودا على سؤالك، أحرجت إسرائيل ومن معها. لأن هذه الضربة وهذه العملية العسكرية المركبة المعقدة كما عبرها الخبراء الإسرائيليون أنفسهم، رغم ما تمتلكه إسرائيل من قبة حديدية متطورة لرصد كافة الأهداف مهما كان نوعها، مهما كبر حجمها أو صغر حجمها، لا تستطيع أن تدخل إسرائيل، وهذا ما كنا نسمعه منذ سنوات. أيضا منظومات الباتريوت المتطورة للولايات المتحدة الأمريكية التي ساعدت ودخلت في تلك الليلة ضد ما تقوم به الجمهورية الإسلامية. لكن طبيعة العملية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية عملية مركبة بمجموعة من الطائرات المسيرة، وبعد ذلك نوعين من الصواريخ، صواريخ بالستية وصواريخ يعني مجنحة، استطاعت أن تصل إلى أهدافها المرسومة. أعتقد الأهداف الأساسية كانت هي مطار رامون الذي انطلقت منه الطائرات المقاتلة الإسرائيلية اللي موجود في النقب، في النقب التي قصفت الملحقية أو السفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق. فبالتالي عندما تتعامل مع هكذا منظومة متطورة يقينا سوف تحتاج إلى مناورة استراتيجية، مناورة ذكية. لذلك ما قامت به الجمهورية الإسلامية وتحديدا الحرس الثوري في إدارة المعركة في تلك الليلة أذهل الجانب الإسرائيلي. يعني فبالتالي تلك العملية ليس فقط كانت مفرحة لكل أصدقاء إيران والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، لكنها كانت مذهلة ومفاجئة لكل أعداء الجمهورية الإسلامية. استطاعت أن تدير المعركة بهذه الوضعية وأن تصل إلى أهدافها. أستاذ مؤيد، تكلمت عن تغير قواعد الاشتباك وتحديثها وغيرها من هذه الأمور. يوم 7 أكتوبر تكلمنا أن قواعد الاشتباك تغيرت، هل هذا تغير جديد أيضا؟ نعم، تغير وتطور. عندما تغيرت قواعد الاشتباك في 7 أكتوبر كانت بداية انطلاق المقاومة الفلسطينية تحديدا من عمليات الدفاع إلى عمليات الهجوم، باعتبارها هي من دافعت وهي من قامت وبادرت بهذه العملية الكبيرة سابقا النوعية. كنا ننتظر تغيير قواعد الاشتباك يمر مثلا 20 سنة 25 سنة هكذا من الحجارة كان يتوقع إلى السلاح، الآن قاعد تتغير بأشهر. أحسنتم، بأشهر، علما أن الجمهورية الإسلامية لم تستطع
تستخدم كل أسلحتها المتطورة، لم تستخدم كل الطائرات المتطورة التي تمتلكها ولا الصواريخ الفرق صوتية وغيرها. أرادت أن ترسل إلى إسرائيل إن هذا الرد يتعلق فقط بهذه العملية، إن كان هناك رد إسرائيلي آخر سوف تقوم الجمهورية، وهددت بذلك على أعلى المستوى، سوف يكون رد قوي وحازم وخلال ثواني، هذا ما صرح به رئيس الجمهورية وأيضا قادة في الحرس الثوري. لذلك اليوم ماذا استفادت الجمهورية الإسلامية؟ هي إضافة إلى أن غيرت قواعد الاشتباك لصالحها، أحرجت إسرائيل ومن يدعمها، وأيضا وضعت الكيان الغاصب في زاوية حرجة جدا، اليوم يعيش يعني حرج استراتيجي، لا يستطيع أن يبتلع هذه الضربة ولا يستطيع أن يرد. لماذا؟ لأن إيران يقينا سوف ترد، ولا ننسى أنه اليوم إيران هي ليست وحدها في الساحة، فعلا من قامت بهذه العملية لوحدها، لكن إن تطورت المسألة وقامت إسرائيل بالرد يعني أتوقع أن يكون هناك توسع في جغرافية المنطقة، كل جبهات المقاومة سوف تدخل إلى هذه العملية. أيضا ماذا استفادت يعني جبهة المقاومة اليوم في هذا اليوم؟ ما قامت به أبطال حزب الله في جنوب لبنان، نعم، في الجبهة الشمالية، أيضا بعملية مركبة من خلال لكن بعدد أقل، طائرات مسيرة وصواريخ على أحد المدن الإسرائيلية بعد أن قام يعني الجانب الإسرائيلي بقصف القرى في جنوب لبنان. لذلك أنا أعتقد أنه محور المقاومة بدأ انتقل إلى مرحلة جديدة. لو تذكر السيد الكريم أستاذ ظفر في يوم القدس تحديدا نتكلم عن العراق، معظم يعني قادة المقاومة في العراق تكلموا بنقاط مهمة جدا، كلهم اشتركوا في نقطتين أو ثلاثة، أنه ان توسعت المعركة في فلسطين أو على طول جبهة المقاومة سوف مثلا سوف يكون للمقاومة العراقية توسيع عملياتها بأسلحة نوعية ولأهداف حيوية في داخل الكيان الغاصب. نتناقش في هذا الموضوع أيضا مهم جدا، ولكن أيضا ضيفنا الدكتور أمجد الشهاب من فلسطين ينتظر، وجدد الترحيب بك دكتور. حياتي، تحياتي لكم. ربي يخليك دكتور. أنتم الأقرب جغرافيا إلى المجتمع الصهيوني بما أنه بعد المسافة والقرب البسيط جدا، إذا نتكلم عليه ردود أفعال المجتمع، الشعب الموجودين الآن، الصهاينة الموجودين كمواطنين من موضوع الرد الإيراني، كثير من القنوات وكثير من الصحف صورت أنه ما مهتمين لهذا الرد، هل هناك تخوف قلق داخل إسرائيل؟ نعم، هناك تخوف كبير، هناك قلق، وهناك يعني هناك رسالة وصلت بقوة يعني، وكان لديها مردود كبير جدا. نحن نتحدث عن تيار الآن في المجتمع الصهيوني يتحدث عن أن المكان الأقل أمانا لليهود في العالم هو فلسطين المحتلة الآن. يعني الرسالة كان لها أبعاد سياسية، كان لها أبعاد اقتصادية، نعم، أبعاد عسكرية وأبعاد إعلامية. لم يعد قواعد الاشتباك كما كان بالسابق. يعني لا تستطيع إسرائيل الآن الذهاب والعربدة وعمليات القصف في سوريا كما كانت تفعل بالسابق. كانت تدخل وتخرج على مدار السنوات السابقة بدون أي رد فعل فوري. وهذه ليست يعني عملية قصف القنصلية الإيرانية ليست الأولى. نعم. هناك اعتداءات متكررة، ولكن التفكير بالرد في هذا المستوى يرسل رسائل واضحة جدا، رغم أن البعض في الداخل يحاول تصوير ما حدث على أنه انتصار للصهاينة، لأنهم استطاعوا يحاولون تسويق لأنهم استطاعوا الدفاع عن أنفسهم، مع العلم أن هناك قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية وأيضا عربية كانت تسقط المسيرات التي انطلقت من الأراضي الإيرانية بكمية كبيرة. الرسالة كانت بأننا نستطيع إيذاءكم ونستطيع أيضا توجيه ضربة قاسية لكم إذا لم تحترموا قواعد الاشتباك الجديدة الآن وليست القديمة، خاصة بأن الجهد الذي تم استخدامه، نعم، في منع وصول الكمية الأكبر من الصواريخ البالستية ومن المسيرات وأيضا من صواريخ كروز، هذا يشير بأن هناك قرار على أعلى مستوى في طهران، ليس كما كان يعتقد الجميع، نعم، بأن الجمهورية الإيرانية ليس لديها قرار في الحرب، هي ترسل بأنها مستعدة أن تواجه ومستعدة أن تدخل في صراع إقليمي للدفاع عن سيادتها والدفاع عن كرامتها والدفاع عن أراضيها، باعتبار أن القنصلية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن هناك صفحة طويت
نعم ليس كما كان من المعتاد. وأعتقد هذه الرسالة وصلت، لو لم تصل الرسالة لكان هناك رد فوري، كان يعني التيار الأقوى في إسرائيل كان يريد أن يكون هناك رد فوري خلال 24 ساعة. طبعا تم التراجع عنه لخطورة انعكاساته ليس فقط على الأراضي المحتلة، الكيان دكتور الصهيوني، دكتور ولكن تراجع ولا الآن الحكومة الصهيونية عن الرد، تتوقع أنه بسبب الضغط الدولي أو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية أو تخوف؟ هناك تخوف كبير وهناك ضغوطات. يعني حتى من سمع قبل قليل التصريحات، وزيرة الخارجية الألمانية بدأت تحذر إسرائيل من مغبة التهور، لأن المصالح الأوروبية والأمريكية ومصالح أيضا دول الخليج مهددة. وأنا أتحدث هنا عن المصالح الاقتصادية، لأن عملية إغلاق مضيق هرمز وعملية إغلاق مضيق باب المندب وأيضا أسعار البترول صح وانعكاساتها أيضا على الملاحة البحرية، وكل هذه الأمور سيضرب بشكل أساسي مصالح الدول الغربية في الشرق الأوسط، وخاصة أن الجمهورية الإيرانية ليست وحدها في عملية الرد. نعم هناك المقاومة الإسلامية في العراق، وهناك أيضا تجمعات كثيرة وتحركات كثيرة في الأراضي السورية، وأيضا هناك حزب الله الذي بدأ يرفع من وتيرة استخدامه للأسلحة في توجيه ضربات نوعية للاحتلال. نعم وهذه كلها الرسائل بضرورة أيضا وقف الحرب على قطاع غزة. يعني هنا أعطت الضربة أيضا بأن الاستمرار في الحرب على قطاع غزة ربما يؤدي إلى اشتعال مواجهات إقليمية على مستوى إقليمي أكبر، وهذه أيضا تدخل في صالح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نعم وتخفف ربما في الأيام القادمة إذا استمر هذا التوتر على هذا المستوى. وهذا أيضا يعني يؤثر بشكل كبير ويضغط بشكل كبير على الجبهة الصهيونية المتعطشة، وما زالت متعطشة للانتقام وسفك الدماء العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص. نعم دكتور، راح اعود اكيد لحضرتك. استاذ مؤيد، نتحدث عن الضرب، وتحدث ايضا الدكتور عن موضوع التعاون او صار مساعده الكيان الصهيوني من قبل بريطانيا، الولايات المتحده الامريكيه، كثير من الدول. اريد اتحدث وياك بموقف غريب، حتى اليوم المجتمع العربي، المواطنين العرب مستغربين من موقف، هو موقف المملكه الاردنيه الهاشميه. حسب تصريح وزير الخارجية، التصريح الرسمي، أنه أي صاروخ أو أي طائرة فوق سمائنا إحنا راح نقاوم، أو بدفاعاتنا الجوية ممكن نحيدها إلى آخره. فرضا لو صواريخ إسرائيلية أو طائرات إسرائيلية طارت فوق السماء الأردن، هل ممكن الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لها؟ يقينا لا، يعني بصورة عامة من ساعد الكيان الغاصب في تلك الليلة تحديدا أمريكا، بريطانيا، فرنسا والأردن، ويقال السعودية. الكيان الغاصب منذ أن نشأ وتم زرعه في قلب الأمة العربية والإسلامية، تحديدا في فلسطين الحبيبة، عملت الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية والعديد من الدول الاستكبارية على إنشاء منظومات حاكمة في الدول التي تحيط بإسرائيل والقريبة من إسرائيل، هي تتماشى مع ما تريده أمريكا وما تريده إسرائيل. لذلك حكومة الأردن وغيرها هي بشكل أو آخر هي حكومات خائنة للقضية الفلسطينية، باعت القضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات، وبالتالي هي تبحث بشكل واهم عن الحماية الإسرائيلية. وأيضا بجانب آخر هي وقعت في فخ شيطنة الجمهورية الإسلامية وشيطنة الشيعة وجبهات المقاومة التي كانت تقودها أمريكا وإسرائيل. الأردن اشتركت بشكل فعلي وبشكل حقيقي، لكنها لم تستطع، يعني لهم أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الأردن، وكما قلنا يقال السعودية، لكنها لم تستطع أن توقف الأهداف المرسومة للجمهورية الإسلامية. لأن ماذا؟ لأن العملية كانت خادعة، عندما ترسل طائرات مسيرة ويتم استهدافها بواسطة F-16 أو غيرها من الطائرات الأردنية أو دفاعات جوية إسرائيلية غيرها، لكن الصواريخ التي كانت مصممة أن تصل إلى قاعدة رامون هي وصلت وحققت أهدافها. واليوم شيئا فشيئا تظهر عمليات الاستهدافات المباشرة، طبيعة الخسائر التي حدثت في تلك المنطقة. ولو أن الضربة كما يقال إقليميا ودوليا وللأسف محليا حتى في داخل العراق بأنها مسرحية أو استعراضات، لما اليوم يعني إسرائيل مصرة على أن تكون هناك رد، لكنها تبقى منقادة حسب توجيهات وقرار، يعني قرار القيادة الأمريكية. لأنه بعد 7 أكتوبر من يدير الحرب في إسرائيل ويدير الوضع السياسي
المستقبل حتى الاقتصادي هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكان أيضا أكو كانت لهجة عتب على الكيان الصهيوني مثلا بموضوع استهداف القنصلية الإيرانية، إنه أنتوا قاعد تتخذون قرارات بدون علمنا ومشاورتنا. أمريكا لها استراتيجية واحدة هي دعم الكيان الغاصب، لكن سياسات نتنياهو هي ليست ضد القضية الإسرائيلية بإطارها العام، هي ضد سياسات نتنياهو. كان هناك خلاف بل اتصالات يعني في منتهى العتب بين الطرفين بين نتنياهو وجو بايدن. لماذا؟ لأن أمريكا قدمت كل ما تستطيع أن تقدمه من أموال من أسلحة، جسر جوي حدث في نفس يوم 7 أكتوبر من أجل حفظ مأوى إسرائيل، واليوم يعني ما يقارب يعني وصلنا لقرابة 200 يوم من هذه المعركة رغم الدعم الأمريكي البريطاني الفرنسي دول حلف الناتو. حصار مطبق على غزة 360 درجة في مساحة صغيرة جدا، لكنها لم تحقق أهداف المناورة البرية، لم يستطع تحرير الأسرى نتنياهو، لم يستطع أن يقضي على المقاومة الفلسطينية، لم يستطع أن يجعل مناطق الغزة هي مناطق آمنة، ما زالت تنطلق الصواريخ باتجاه ليس فقط تل أبيب بين حين وآخر، إنما حتى على مستوطنات غلاف غزة. لذلك فشل نتنياهو جعل الموقف الأمريكي يتغير نوعا ما، لذلك هي ممكن أن تضحي بنتنياهو بأي فترة من الفترات. أمريكا اليوم تعيش في ظرف حساس جدا، انقسامات سياسية، فترة انتخابات رئاسية مهمة في تاريخ أمريكا، صراع بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على أشده، انتخابات في شهر 11، لذلك هي تحاول أن تبرد الجبهات سواء كان في العراق في جبهات أخرى انسحابها من باكستان وأفغانستان. هذا الأمر يدع الكيان الغاصب في حرج، لا يستطيع أن يتقدم بخطوة طالما أن أمريكا ليست معه. عندما كانت معه في ليلة 14 عندما تم قصف قاعدة النقب وغيرها، لم تستطع حتى الدفاعات الجوية الأمريكية أن توقف كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية، لذلك أنه كما قلنا في بداية الحديث لا يستطيع أن يبتلع الضرب ولا يستطيع أن يرد. هذا الأمر يعني بالتالي أيضا اليوم الأردن وضعت نفسها في حسابات حرجة جدا. يعني لو تلاحظ حتى قبل هذه الضربة بأسابيع، تحديدا في شهر رمضان، كنا نشاهد يوميا بعد الإفطار تظاهرات بالمئات، ما زالت ولكن تكتم إعلامي بالآلاف تخرج وتنادي الموت لأمريكا، موت لإسرائيل، وتطالب بإلغاء ما يسمى الطريق البري الذي يقدم المساعدات للكيان الغاصب وإلغاء اتفاقيات وادي عربة. نعم، هذا الأمر ماذا يدل؟ يدل على أن هناك اليوم بصيرة وصحوة شعبية في الأردن. إن كانت هناك حركة شعبية أو مقاومة بالأردن، بالتالي سوف تكون ليس فقط الحكومة الأردنية إنما حتى الكيان الغاصب في حرج كبير جدا، بل حتى السعودية. تذكر أستاذ ظفر عندما أعلنت المقاومة العراقية تحديدا كتاب حزب الله عن استعدادها لتسليح ما يقارب 12,000 مقاومة في الأردن، يقينا عندما تصدر هكذا تصريحات من قبل كتاب حزب الله العراق هي أكيد مبنية على أمور واقعية ومعطيات على أرض الواقع أساسيات لها. نعم، هذا الأمر أول من انتقد الأمر وصرح بشكل واضح هي الجانب السعودي، لأن هذا الأمر قد ينساب من السعودية إلى من الأردن إلى مصر إلى السعودية، وبالتالي كل هذه الدول وعروشها تكون يعني في خطر مهدد. وجودي حقيقي. لذلك اليوم الأردن وضعت نفسها في حسابات حرجة جدا، لا إسرائيل ممكن أن تحميها ولا أمريكا إن كان هناك تحرك شعبي في الأردن. أما واقعا أنا بالنسبة لي لم أستغرب موقف الأردن، لأن الأردن هي معروفة دولة مطبعة مع إسرائيل ولها مواقف سلبية تجاه القضية الفلسطينية. نعم، أعود إلى الدكتور أمجد. دكتور أمجد رحب بك من جديد. تفضل دكتور. فرضا لو حصل اليوم رد صهيوني على الوعد الصادق، ما هو توقعاتك كيفيه شلون راح يكون الرد؟ هل مثلا رد قصف في العراق، قصف مثلا حزب الله في لبنان، او ممكن يتجرؤون ويوصلون الى مرحله قصف اراضي ايرانيه؟ نعم، هناك عده سيناريوهات، ولكن السيناريو الاضعف هو عمليه قصف الاراضي الإيرانية مباشرة، لأنها لأن إسرائيل لا تستطيع عمل ذلك إلا بوجود ضوء أخضر وأيضا بمساعدة أمريكية ومساعدة حلفاء إسرائيل وحلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. وهذا طبعا هذا سيناريو ضعيف جدا، لأن أمريكا وأيضا كل حلفاء إسرائيل في الشرق الأوسط لا ترغب على الأقل في الوقت الحالي بأن توجه إسرائيل رد فعل. هناك محاولات سويسرية كانت بأن تسمح إيران بقبول رد فعل متواضع، رفضت طبعا الجمهورية الإيرانية مقابل إنقاذ ماء الوجه لإسرائيل على الساحة الإقليمية وأيضا في داخل الرأي العام الصهيوني. بعتقد أن المساحة المتاحة هو أن يكون هناك رد من خلال توجيه ضربات للأراضي العراقية والسورية واللبنانية، ولكن أعتقد الأكثر
ربما سيتم توجيه ضربات في الأراضي السورية كما هو معتاد منذ سنوات، لتفادي أيضا إحراج بعض الدول وخاصة الأردن والسعودية، لأن الطائرات لو ذهبت مباشرة للأراضي الإيرانية فإنها ستنتهك السيادة لهذه الدول العربية، وهذا سيحرجها بشكل كبير. أعتقد أنها أن الرد سيكون في مناطق ممكن نعم دكتور، أتوقع انقطع الاتصال مع الدكتور أمجد، الشباب أكيد راح يعاودون الاتصال. الدكتور تحدث بنقطة يقول أنه ممكن أنه يسبب حرج للأردن أو السعودية، ممكن الطائرات الصهيونية تمر على سوريا والعراق ومن ثم على الجمهورية الإسلامية، هل عنده جرأة الكيان الصهيوني يعمل هذا الشيء؟ اليوم هو في حرج كبير جدا. لماذا؟ أولا الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي في أقل مستوياتها، الثقة بالنفس تزعزعت لدى المستوطنين بالحكومة الإسرائيلية. نتنياهو اليوم يغرد خارج الصلب، إن قام بهذا الرد داخل الأراضي الإيرانية، أتفق مع سيد الضيف أنه الرد في داخل الأراضي الإيرانية سوف يسبب مشاكل كبيرة جدا لإسرائيل ومن يدعمها، أمريكا، الأردن، السعودية، أي دولة أخرى ممكن أن تنطلق منها هذه الطائرات أو تمر من خلالها، أن تهديد الحرس الثوري كان واضحا. نقطة أخرى ما يتعلق عندما توضيح بأنه هناك وساطات، وفعلا هذا الأمر يعني متداول بكثرة وله صحة، هناك وساطات من عدة دول الضغط على الجمهورية الإسلامية لكي تقبل برد فعل رمزي للكيان الغاصب لحفظ ما وجه إسرائيل، هذا ما ممكن أن تقبله للجمهورية الإسلامية، لأن اليوم قواعد الاشتباك تغيرت. أما تبقى النقطة الأخيرة، أنا أتوقع أن تكون معقول نعطين رسالة للجمهورية الإسلامية إيه؟ أن نوافقوا على رد محدود. أنا قبل أن أدخل الاستوديو بساعتين قرأتها في أحد المراكز الخبرية الرصينة، والضيف من كنت لا أريد أن أتكلم بها، لكن عندما تكلم بها السيد الضيف من فلسطين يعني أصبحت يعني لازم الحديث بها. هذا ماذا يدل؟ على وهن وضعف وتراجع إسرائيلي كبير جدا، وعندما نقول إسرائيل أيضا تراجع أمريكا وغيرها، لذلك كانت التوقيت للضربة الجمهورية الإسلامية توقيت كبير جدا وبذكاء أرادت المعركة. أنا أقول أنه الكيان سوف يلجأ إلى خيار، هذا الخيار استخدمه عندما لم يحقق أهدافه بعد عملية طوفان الأقصى، ومرت أشهر تقريبا 5 أشهر أو 6 أشهر، انتقل إلى مرحلة حفظ الواء المجه بشكل آخر، ليس فقط من خلال قصف المدنيين. اليوم نتكلم عن 33 شهيد و77 ألف يعني مصاب أو جريح، انتقل إلى مرحلة الاغتيالات خصوصا في لبنان، صح، في سوريا، في العراق، لقادة الحشد الشعبي السيد أبو باقر، الشهيد أبو باقر الساعدي، أبو تقوى السعيد رضوان الله تعالى عليهم، العديد من قادة الحرس الثوري في سوريا. لكن هذا الرد إن قامت به إسرائيل فبالتالي هو يدل أيضا على فشل إسرائيل. لماذا؟ لأن إيران اليوم أعلنت بشكل واضح وأعلنت وأعلمت حتى عندما انطلقت الصواريخ، والكل العالم كان يشاهد عندما أطلق الحرس الثوري المسيرات البطيئة نوعا ما، كان يريد إرسال رسالة، له عنده طائرات أسرع من هذه بكثير طبعا. لكن أراد أن يرسل رسالة وأن ينظر الجو، أن ينظر العالم بأجمع بشكل مباشر صورة وصوت كيف تذل إسرائيل وكيف تصل صواريخ ومسيرات الجمهورية الإسلامية وتمر من فوق المسجد الأقصى، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه اليوم المسجد الأقصى هو هدفه الأساسي، فاتت من النجف ومن نعم كربلاء، وبالتالي نعم فوق المسجد الأقصى. هذه رسالة يقرأها صاحب القرار الاستراتيجي في مراكز الدراسات الأمريكية أو الإسرائيلية، لذا أيضا حتى عندما فاتت من فوق الكنيست، لذلك إن قامت في التالي تقول أنا من ضربتكم، لم يضربكم لا حزب الله، لا المقاومة العراقية، لا بهذا الموضوع. هل تتوقع كان أكو تنسيق بين الجمهورية الإسلامية وبين فصائل المقاومة إن كانت في لبنان والعراق أو سوريا، أنه أنتم ما لا تتدخلون بهذا اليوم، أنه حتى يكون الرد إيراني صنع في إيران 100%؟ نعم. لماذا؟ لأن إيران تدرك وهي أدارت المعركة ليس فقط أمنيا وعسكريا، إنما حتى دبلوماسيا، ما قامت به من إرسال رسائل إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، لكي تلقي كل ما لديها، وبالتالي عندما تقوم بهذه الضربة هي وفق أعتقد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من حق الدول أن تدافع عن نفسها. فعندما استهدفت أراضي القنصلية الإيرانية في دمشق هو اعتداء على الأراضي الإيرانية، لذلك كان الرد ليس يعني بالجهات التي تسمى أذرع الجمهورية الإسلامية كما يسمونهم الآخر، اللي نقصد بها جبهة المقاومة. نعم. قامت الجمهورية برد رسمي، انطلق من الحرس الثوري وبإعلان بإشراف مباشر من السيد الإمام الخامنئي. هذا ماذا يدل؟ على أن إيران انتقلت إلى مرحلة واستراتيجية جديدة في مواجهة كيان القاصف، فهي بالتالي تواجهه بشكل مباشر، وجبهة الدول المحور المقاومة هي قد تشترك مع إيران في الرؤية وفي الاستراتيجية، لكن في التكتيكات كل ساحة تنظر إلى معطياتها. مثلا اليوم المقاومة العراقية
عندما تقوم بقصف القواعد الأمريكية أو بعضها يعلق العمليات لأسباب أخرى، المفاوض العراقي وما يحدث اليوم في واشنطن من زيارة رئيس الوزراء، كل هذه الأمور. أيضا حزب الله اشترك بشكل مباشر في عملية طوفان الأقصى، يعني بعد عملية طوفان الأقصى، من خلال إشغال معظم القوات الإسرائيلية في الحدود الشمالية. أيضا أنصار الله الحوثيين في تطور نوعي نقلوا المعركة إلى المياه. اليوم مضي التجارة العالمية الأمريكية والإسرائيلية مهددة، ميناء بحر الأحمر شبه متوقف. أحسن. ميناء إيلات الذي تعتمد عليه التجار واردات إسرائيل، 70% من واردات إسرائيل المالية سنويا شلت بشكل كبير، لأن ميناء إيلات قاعد يعني بهذه اللهجة. لماذا؟ لأن جغرافية اليوم توحد جبهة المقاومة، كل مقاومة استخدمت ما تمتلكه من جغرافية ومن أسلحة نوعية وتمتلك الكثير. لذلك اليوم بصراحة لا نبالغ إن قلنا أنه جبهة المقاومة تعيش في فترتها الذهبية في ظل أيضا تطورات، يعني نشاهد ما يحدث اليوم في العالم من صراع روسي أوكراني اللي هو صراع أمريكي غربي مع روسيا، الصين، تايوان، تحولات كبيرة جدا في نظام عالمي جديد بدأ يتأسس وتكون للجمهورية الإسلامية ودور محور المقاومة كلمة كبيرة لها في هذا الموضوع. لذلك ارتدادات العملية يعني يوم 14 للجمهورية الإسلامية هي ليس فقط أمنية وعسكرية، إنما سياسية مستقبلية أو استراتيجية. نعم إن شاء الله. دكتور أمجد نعود إليك ونرحب بك من جديد بعد انقطاع الاتصال مع حضرتك. تفضل. نعم دكتور، عموما أريد تقييمك الشخصي لموقف المجتمع الدولي من الضربات الإيرانية للكيان الصهيوني، رأيك به؟ ما زال الموقف المجتمع الدولي متحيز للكيان الصهيوني؟ أكو تغير لهجة نوعا ما؟ نعم، حسب القانون الدولي لإيران حق الرد، أراضيها وسيادتها تعرضت لاعتداء من قبل الطيران الإسرائيلي، وحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد. ولكن للأسف الشديد الدول المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تسمح خلال قبل عملية الرد، خلال 10 أيام قبل الرد الإيراني، لم تسمح بصدور قرار إدانة على الأقل لدولة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاعتداء الغاشم. دكتور عذرا لو تمت إدانة الكيان الصهيوني قبل الرد بعشرة أيام، هل تتوقع أنه إيران كان ما ردت لو أدينت إسرائيل؟ أعتقد أن هناك رسائل كانت سياسية لعقد صفقة سياسية بوقف الحرب على قطاع غزة، قبول شروط المقاومة الفلسطينية مقابل عدم الرد، ولكن كان هناك اعتقاد بأن إيران تحاول فعل ذلك لتهرب أو لتملص من عملية الرد. ولكن عندما جاءت عملية الرد الغير متوقعة طبعا من الجميع، لم يتوقعوا بأن يكون هناك عملية رد بهذا الحجم لإرسال رسائل رسالة قوية بأن هناك إمكانية لاستنزاف اقتصادي كبير ليس فقط لإسرائيل، وطبعا التكلفة كانت عالية، وأيضا هناك تهديد عسكري لأول مرة، لأن الأسلحة التي استخدمت يوجد هناك أسلحة متطورة أكثر. كانت هناك برضو رسالة لمعرفة مدى قدرة الكيان وأيضا حلفائه على الدفاع عن هذا الكيان، ماذا يمتلكون من تكنولوجيا، وهذا أيضا فتح المجال بأن الدفاعات الجوية وقبة الحديدية وأيضا كل المنظومات الدفاعية الجوية لا يمكن أن تدافع، وخاصة إذا كان هناك عدد كبير من الصواريخ، وأيضا هناك أيضا أسلحة متطورة من الجيل الثالث والرابع والخامس والسادس لم يتم استخدامها. هذا أيضا شيء مقلق كثيرا، وأيضا قدرة الجمهورية أيضا على استخدام حلفائها في الشرق الأوسط للضغط، ليس على المستوى العسكري، وأيضا للضغط على المستوى الاقتصادي. هذه الأسئلة أيضا هناك توجه أكبر لزيادة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، وليس لمواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع. يعني هذه السيناريوهات بدأت تطرح وتناقش في الدول الأقوى. نحن لا نتحدث على الرأي العام العالمي، ولكن نتحدث عن الدول التي تهيمن على المجموعة الدولية، تهيمن على الأمم المتحدة، هي التي وقفت موقف معادي. نعم. ليس فقط مقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأيضا ضد الجمهورية الإيرانية وضد حلفائها في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وخاصة في لبنان
الجبهة اللبنانية ما زالت مشتعلة رغم وجود قواعد اشتباك، ربما هذه القواعد أيضا نعم تتغير في الأيام القادمة. نعم دكتور، أكيد راح أعود إليك، أرجع مع الأستاذ مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، عندنا مثل عراقي يقول لك المبلل ما يخاف من المطر، هل تتوقع اليوم الجمهورية الإسلامية قلقة من عقوبات اقتصادية؟ يقينا لا، لماذا؟ لأنه يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، أمريكا في أعتقد اليوم الثاني للضربة صرحت بشكل واضح أن سوف يكون هناك رد دبلوماسي على ما قامت به إيران. لماذا؟ لأن نعم. كما قلنا لأسباب معينة تتعلق في الداخل الأمريكي وتحديات دولية وجيوسياسية، أمريكا لا تريد أن توسع نطاق الحرب في هذه الفترة، بالتالي هي فعلا الموضوع تبحث عن إدانة في داخل مجلس الأمن لإيران وتبحث عن عقوبات اقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالصواريخ التي ظهرت والمسيرات في العملية الأخيرة. لكن الجمهورية الإسلامية لو نقرأ تاريخها منذ 1979 لحد هذا السنة 2024 ما زالت العقوبات مستمرة عليها بشكل أو آخر، التحديات الداخلية الخارجية، العقوبات، الاغتيالات، الحصار المطبق عليها خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كل هذا الأمر لم يجعل إيران أن تقف من أجل أولا أن تستمر في معطيات ومخرجات الثورة الإسلامية التي خطها بحركاته الإمام الراحل الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، بدأت تعمل على بناء حقيقي لبناء الدولة في الجمهورية الإسلامية، واستطاعت أن تصل إلى مرحلة متطورة عندما تمتلك هذه المسيرات وهذه الصواريخ وكلها صناعة محلية، رغم وجود حصار اقتصادي، رغم وجود حصار يمنع دخول المواد الأولية التي تحتاجها إيران لبناء أو لصناعة هكذا صواريخ أو مسيرات، لكنها ما زالت، بل إنها تبيع بكميات كبيرة الطائرات المسيرة المتطورة إلى روسيا التي ستخدمها ضد أوكرانيا، وهذا الأمر نفس معروف. الطائرات اللي بعض الإعلام العربي استهزأ بها هي روسيا تستخدمها المسيرة. نعم في بشكل آخر، طائرة شاهد أعتقد 136 و 136 تستخدم، قد تكون بعضها ليس بالتطور الكبير، لكن إيران لم ترد أن تزج بكل ما لديها، أرادت بصراحة أن يكون أول اختبار رسمي لإيران مع القبة الحديدية، فبالتالي هي اليوم تدرس ماذا سوف في يعني يقينا حضرت ماذا سوف تقوم إن كان هناك رد إسرائيلي. صارت عندها اليوم قاعدة معلومات يقينا عندما يعني كان هناك تصريح لأحد قادة الحرس الثوري أن هناك بعض الصواريخ يحتمل رأس حربي ينفجر إلى 20 أو أكثر، رأس حربي صغير وبالتالي سوف يشغل 20 أو أكثر من الصواريخ القبة الحديدية، هذا استنزاف، وتأتي الصواريخ الأخرى وتمر مرور الكرام وتصل إلى أهدافها في رامون أو النقب أو غيرها، هذا ما يدل على أنه استراتيجية ذكية التي عبر عن حتى خبراء إسرائيليين أو أمريكيين، استراتيجية ذكية في تلك الليلة، وبالتالي هذا التطور الكبير وهذا القدرة على إنتاج هكذا صواريخ كبيرة جدا، أنا أعتقد أنه الأساس فيها كان أنه شعار قرآني أو مبدأ قرآني استندت عليه الجمهورية الإسلامية، وهو أعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم رباط الخير، فبالتالي الجمهورية الإسلامية لا أعتقد أنه قد تكون تؤثر عليها بشكل كبير العقوبات الاقتصادية الأمريكية، استطاعت في تلك الفترة أن تناور أو أن تجد لها منافذ أخرى من أجل أن تعوض ما هذه العقوبات الاقتصادية. المسؤول الصهيوني صرح قال ماذا لو هذه الصواريخ مستقبلا تحمل الرؤوس النووية؟ أولاً متخوفين من هذا الشيء، هم متخوفين جداً. نعم. وبالتالي هم اليوم أدركوا، لذلك اليوم مستوطنين هناك هجرة بالهروب جماعي لأول مرة يحدث، كلهم عندهم جناسي هذا الكيان الغاصب. نعم. ورأينا في الأيام الأولى عندما البعض للأسف حتى يقول مسرحية، لكن لو كانت مسرحية ولا تؤثر، لماذا هذا الهروب الجماعي وهذا التدافع في المطارات وغيرها؟ لكن للأسف هناك عمليات صهر الوعي وكي العقول الذي استخدمته أمريكا وإسرائيل وبعض الوسائل الإعلام الدولية أو العربية وحتى المحلية أثرت على بعض شرائح المجتمع العراقي والعربي والإسلامي بصورة عامة. أنا أعتقد أنه إيران هي في طبيعتها يعني وفق منظورها تنطلق من منظور إسلامي وقررته وأعلنت عنه بشكل واضح أنها لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية. نعم. هي قد تكون قادرة على إنتاج هذه القنبلة لكنها لا تسعى إليها من منطلقات شرعية، لكنها تمتلك صواريخ فرق صوتية، تمتلك صواريخ باليستية أخرى جديدة، تمتلك كذلك أيضا غواصات بحرية ونهرية كبيرة جدا، مسيرات انقضاضية، حتى مسيرات بحرية خاصة قد يستخدمها بشكل أو آخر يوم أنصار الله الحوثيين في معركته. نعم. في البحر الأحمر. نعم. وفي خليج عدن، كل هذا التطور الكبير الذي تمتلكه الجمهورية الإسلامية والذي ذاقته ويلاته إسرائيل يوم 14 تجعل الإسرائيلي والفاعل الخارجي الأمريكي أو الغربي يفكر ألف مرة في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، بل سوف تكون هناك محاولات لتغيير استراتيجياتها للتعامل مع الجمهورية الإسلامية لأنها بدأت تشعر بخطر وجودي أكثر من السابق. نعم، نرجع مع الدكتور أمجد. دكتور أمجد، هناك اجتماع تقريبا اجتماعين حصل بعد الوعد الصادق لمجلس الحرب الصهيوني، هناك من المقرر كان اكو اجتماع ثالث ولكن هذا الاجتماع أجل أو ممكن لغى،
هل هناك تتوقع خلافات بين القيادة الصهيونية؟ نعم، الاقتراح الغربي الأمريكي بسيط. الأولى هو القضاء على المقاومة الفلسطينية كذراع متقدم لإيران في داخل فلسطين المحتلة، ومن ثم القضاء على الذرع الثاني وهو حركة حزب الله في لبنان، وأيضا ستقوم الولايات المتحدة وحلفائها بفرض عقوبات أكثر اقتصادية على إيران. الهدف هو تحييد إيران في الوقت الحالي والقضاء على المقاومة على الأقل في فلسطين وفي لبنان. أعتقد أن هذه الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، لذلك لا بد من تقليل من الحديث عن الرد الإيراني وأيضا من التحركات الصهيونية في هذا المجال. يريدون تحييد إيران بالتأكد بأنها لن تتدخل، ويريدون الدخول لقوات الاحتلال إلى مدينة رفح والضغط بشكل كبير على تجريد قطاع غزة من السلاح. يعتقدون أن هذه خطوة أولى ستحرم إيران من ذراع قوي في فلسطين، في داخل فلسطين، ومن ثم الانتقال بشكل أوسع لتوجيه ضربات للبنية العسكرية لحزب الله، وربما يتم احتلال جنوب لبنان لفترة ما، يقومون بتطبيق نفس النموذج الذي طبقوه في قطاع غزة بتدمير البنى التحتية وخاصة المنازل كما يفعلون في مدن كثيرة في قطاع غزة وخاصة في شمال قطاع غزة، عندما تم تدمير تقريبا أكثر من 80% من المنازل وأيضا من البنية التحتية من مساجد ومدارس ومستشفيات وجامعات، مما سيؤدي بأن تصبح هذه المناطق غير قابلة للبقاء والحياة، ومن ثم يركزون بشكل أكبر. نعم، كل التحية والشكر للدكتور أمجد الشهاب الباحث والناشط من فلسطين على كل هذه المعلومات. للأسف جودة الاتصال سيئة ممكن من المصدر. شكرا جزيلا دكتور أمجد. أعود مع الأستاذ مؤيد العلي. أستاذ، نحلل مواقف بعض الدول التي دائما نقول نحن الزعماء العالم العربي والإسلامي، ودائما أكو صراع. مثلا يعني مثلا عندنا تركيا تصدر على أنه زعيمة العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية اللي دائما تقول عن زعيمة العالم العربي، بليلة 14 اختفوا يعني سلبا أو إيجابا. يوم أثبتت اليوم أن الجمهورية الإسلامية هي اللاعب الإقليمي الأكبر في الشرق الأوسط. يقين أن الجمهورية الإسلامية أثبتت بشكل واضح أولا أنها هي المدافع والراعي الوحيد للمقاومة الفلسطينية ولكل حركات التحرر والمقاومة في العالم أجمع، ليس في المنطقة، والأعداء يعرفون ذلك وأجهزة مخابراتهم تدرك ذلك جيدا. هذه الدول هي مجرد ترفع شعارات العروبة أو الإسلام، هي لا تنطلق من منطلقات العروبة أو حتى من المنطلقات الإسلامية والثوابت الشرعية في الدفاع عن القضية الإسلامية باعتبارها قضية أمة عربية، قضية إسلامية كبرى، إضافة إلى أنها قضية إنسانية. هذه الشعوب هي فاقدة للشعور أو العمل بالمقتضيات الإسلامية وأيضا المقتضيات الإنسانية. اليوم عندما رأينا عموما كموقف شعبي، يعني حقيقة أنا متابع السوشيال ميديا، مثلا البيجات المصرية، تعرف أكو بيجات ممولة حكوميا ومن مخابرات تريد دائما تزرع فد صورة أنه هذه مسرحية. كثير من التعليقات من الشعب المصري اعملوا ربع المسرحية زيدي، يعني هو لو كانت هذه مسرحية فخل ما خلي يسوون كذا هيك مسرحية، يعني مسلسل يعني بروفو. أعتقد يعني هذه يعني طبعا لا، مشكلة في الحكومات وبعض الإعلام التابع لها، لكن الشعب المصري أيضا هو شعب حي وله قد يكون له تاريخ في مواجهة الكيان الغاصب. الحكومات سواء كانت التركية، المصرية، السعودية، هي حكومات تبحث عن مصالحها في هذه الفترة، خصوصا تركيا تبحث عن مكان متقدم في النظام العالمي الجديد الذي تكلمنا عنه، تحاول أيضا أن ترى في بعض مناطق الشمال العراق مجال حيوي لها لكي تتقدم فيها، ولكنها أيضا ترفع، وهناك صراع بينها وبين مصر، أو ليس فقط يعني كلها تدعي، الصراع متداخل بين هذه الدول من تكون هي الدولة الإسلامية الأولى، وقد يكون أردوغان يعني سار باتجاه خطوات كبيرة في هذا الموضوع. مصر نوعا ما انغلقت على نفسها بسبب مشاكل داخلية، البحث عن أمور اقتصادية، حتى ما يقال أنه قلق
غلق مقبر رفح من قبل الحكومة المصرية كان مقابل ثمن اقتصادي ومقابل استثمارات من إسرائيلية وأمريكية وغيرها إلى جمهورية مصر العربية، ويبررون ذلك اليوم احنا على وضعنا في وضع اقتصادي سيء يريد أن نهض به. على هذا مشكلة، هذه خيانة كبيرة جدا. القضايا الإسلامية كبيرة، القضايا الإنسانية. تحدثت على موضوع مهم، قلت أن تركيا تريد لها مكان في العالم، نظام العالم الجديد، نظام العالم الجديد، ومصر تعاني من أزمة اقتصادية وهذا معروف. نعم. المملكة العربية السعودية أي أزمة اقتصادية ماكو، دولة مترامية الأطراف، شنو السبب؟ تعاني من أزمة عقائدية قبل كل شيء. معروف من النظام الذي يحكم في تلك الدولة، يعني كانت الفكر الوهابي الإقصائي سنوات طويلة جدا يحكم المملكة العربية السعودية. قد يكون انفتاح في الفترة الأخيرة، هذا الانفتاح يعني أصبح حتى هذا الانفتاح بعض الجهات في داخل السعودية، ليس الجهات المتطرفة، حتى الجهات الوسطية بدأت تعترض، لأنه مظاهر الانحلال والانفتاح الغير مبرر بدأت واضح حتى في المدينة المنورة ومكة. هناك المطاعم الأمريكية، هناك الحفلات الراقصة الماجنة في جدة وغيرها. هذا الأمر بدأ يعني يلاقي امتعاض كبير جدا من الطبقة المثقفة أو الوسطية التي ليست متطرفة في الجانب السعودي. مؤيد يعني اليوم فرضا مثلا تريد أن تغير جدة العربية السعودية، موقف جنوب أفريقيا، موقف الدول الأمريكية، أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، فنزويلا، دول يومية حفلات ورقص وخمر وهاي، ولكن عندهم مبدأ إنساني. نعم، لماذا تكثر هذه الأمور في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية؟ ممكن أن تشغلها بمشاكل اقتصادية كمصر وغيرها، لكن السعودية بماذا تشغلها بهذا الأمر كي يبقى الشباب فكره بعيد عن القضية الفلسطينية؟ تبقى أفكارهم يعني أنه إسرائيل لابد أن يكون هناك معها سلام والتطبيع، وأن تكون هناك زيارات الوفود الرياضية والثقافية وحفلات وغيرها كما حدث في الإمارات وغيرها. هذا إسرائيل موجودة في السعودية بشكل أو آخر، وأصلا اليهود موجودين لهم أماكن معينة ومدن في المدينة باعتبارهم من التاريخ يعيشون في تلك المنطقة. لكن الاستراتيجية التي تتعامل بها أمريكا وإسرائيل مع مصر اقتصادية واضحة جدا، سياسة التجويع وعطائه يعني أن يقطر عليه المساعدات الإنسانية لكي يحيده ويحيد شعبه. أيضا السعودية الشعب يعني الجزيرة العربية شعب كبير جدا طبعا. ولكنه عمليات صهر الوعي والعقول التي عمل عليها الكيان الغاصب منذ 1948 لحد هذه الفترة أثرت عليهم بشكل كبير جدا. لذلك الانغلاق الكبير والفكر الوهابي المتشدد بدأ يعطي نتائج سلبية. لذلك كان الإيعاز من الإدارة الأمريكية أن يكون محمد سلمان إلا أن يتجه إلى الانفتاح. نعم. الانفتاح التدريجي اليوم الذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا في المملكة السعودية. ومن يزور المملكة السعودية حاليا ويقارن في مثلا 2007 وحتى 2011 و13 يرى فرقا كبيرا جدا في توجهات الشباب، في توجهات الأمور العامة في داخل المملكة العربية السعودية. لماذا؟ الاستراتيجية تختلف. المهم تحييد هذه الشعوب عن القضية الأساسية وهي قضية فلسطين، وأن يكونوا يتخذونهم ذخرا عندما يقوم الشيعة أو الجمهورية الإسلامية أو محور المقاومة بقصف إسرائيل أو السعي الحقيقي لتحرير القدس التي هي قضية إسلامية أساسية قبل أن تكون قضية إنسانية، يقومون بما قاموا به في تلك الليلة من محاولات التشكيك. إذا كان الصهيوني أعلن تشيعه راح يشاركون بتحالف؟ هذا احتمال بعيد جدا يعني احتمال بعيد جدا، لكن هؤلاء يسوون تحالف. أي عملية شيطنة الشيعة وشيطنة محور المقاومة وشيطنة الجمهورية الإسلامية الذي قامت به الأعداء أثر على هؤلاء بشكل كبير جدا. لكن العتب مو على هؤلاء، العتب على شيعة العراق اللي هم مولودين من أب وأم شيعية ومن مناطق شيعية بحتة من مناطق مقدسة من العراق، ورأينا تعليقاتهم في تلك في بعض الفترة. الأحيان الحرب الناعمة قوية جدا. أي نعم، لماذا 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 هذا يضع الفارق على السياسي العراقي والشيعي تحديدا أمام أن يقوم بعملية ثورة ثقافية وعقائدية كبيرة جدا. نحن نجحنا أمام أمريكا وأمام داعش وأمام الأفكار الوهابية المتطرفة وغيرها في الجانب الأمني والعسكري. الجانب الآخر الجانب العقائدي يجب أن يلتفت إلى الجبهة العقائدية بشكل للأسف كبير. الوقت انتهى، ولكن أريد أعرف يعني بمختصر بسيط جدا، من هي الدول الوسيطة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني وبين الجمهور الإسلامي؟
يعني انهم تقريبا قطر هي مشتركه نفسها نعم. كانت تقوم بوساطات حتى في القضيه الفلسطينيه نعم. واعتقد سويسرا باعتبارها هي من ترعى المصالح الامريكيه بينها عماد. سلطنه عماد ايضا فاعل اساسي وقد يكون الفاعل الاقوى هي سلطنه عماد. ممكن العراق يكون وسيط بين الولايات المتحده الامريكيه والجمهوريه الاسلامي في الفتره السابقه كحكومة. العراق لعب دورا كبير جدا في تقريب وجهات النظر بين الجمهوريه الاسلاميه والمملكه العربيه السعوديه، وقيل ان المملكه السعوديه قامت بهذا الامر بضوء اخضر امريكي. لم نسمع عن ذلك في زيارة السيد السوداني لجو نعم. بايدن، لكن في قادم الأيام قد يكون للعراق قد تضغط أمريكا على العراق أن يكون له دور في الوساطة مع الجمهورية الإسلامية. نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ مايد العلي عضو شبكة الهدف، وكل التحية والشكر للدكتور أمجد الشهاب الباحث والناشط من فلسطين الحبيب. أحبة المشاهدين، تغطيات قناة الأيام مستمرة، ولكن هذه التغطية انتهت، نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء. We'll be right back.